عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل اشتد العز تمشي وحدها ماكن في الميدان فعل وصايد ماكن في الميدان فعل وصايد. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام متواصلين بحضراتكم مع تحديات وانطلاقات أشواطنا في هذا الصباح مع لقاء اللقايا وتحديات اللقايا في خامس أيام هذا العرس التراثي الكبير في مهرجان سمو سيدي ولي العهد 2022. وها هي انطلاقة شوطنا 11 للقايا البكار وتحديات اللقايا البكار. نسير بحضراتكم مع 4 كيلومترات لنتابع وتتابعون الأسماء الحاضرة والمتواجدة والباحثة والطامحة عن النوماس وعن الانتصار. إلى بداية الشوط نتابع اندفاعات وتحديات عوز فالح بن دبشي بن حمد السحيم البلوي يقدم لنا عوز مع بداية الشوط مع الانطلاق الأول هنا باندفاعات هذه البطلة وعلي بن فالح بن دبشي البلوي من يتابع لنا عوز مع بداية الشوط بينما القدوم الوصول من مركز الوصافة وصلت وتقدمت واحضرت في هذه اللحظات وصلت إلى أسماء ولكن نتابع من الجانب الآخر اندفاعات وتحديات شعار بطسابن صالح اليامي يقدم لنا حظ وصلت حظ في هذه اللحظات. هنا يتقدم بطشان شعار نجران صاحب الرمز شعار لا يخفى عن الرموز يحضر دائما وابدا في هذه المهرجانات الكبيرة. بو صالح من يبحث عن النجاح بو صالح يا ناجح مع اندفاعات حظ بينما القدوم الوصول وصلت وتقدمت جبار صالح بن عوض بن عيفان الحليفي يقدم لنا جبارة تحت الثالث الأسماء بينما المركز الرابع الوصول والقدوم مع راشد بن طالب بن شريم المري مع الدائمة والتسلل في هذه اللحظات وصلت واحضرت حربة حربة يا فهد يا بن فهد يا ابو ربعي الحربي يقدم لنا حربة. هنا من بدأت تتسلل الأسماء من مركز إلى مركز نتابع القدوم والوصول مع محمد بن سعيد بن سلطان الجحافي يقدم لنا الظبي واندفاعات الظبي بدأت الظبي بزحفها التام مع مركز الوصافة. نعود إلى عوز 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 بشعار واندفاعات وتحديات. هنا فالح بن دبشي بن حمد السحيم البلوية من يقدم لنا عوز مع بداية الشوط. عوز متحكمة بزمام الأمور منذ الانطلاق مع تحديات عوز وهنا اندفاعات كذلك الزميل علي بن فالح بن دبشي البلوية. هنا ابناء تبوك الوردة مع صدارة الشوط الجحافي يقدم لنا اندفاعات شعاره مع المركز الثاني مع الظبي محمد بن سعيد بن سلطان الجحافي ابناء السلطنة الاشقاء. حظ هي القادمة حظ يا بطسان يا بن صالح يا المحامض اليامية ولو كان وصلت الى اسماء وصلت في هذه اللحظات الصغيرة وجابر بن سالم الجربوع المرية
بن جبران يصل ويقدم لنا شعاره، بن حلفان يتسلل ماجد بن محمد المري، متحبة هي القادمة، متحبة وصل السهلية يقدم لنا اندفاعات شعاره، السهلي قادم مع اندفاعات الوسمية عبد العزيز بن محل السهلية، والقادمة في هذه اللحظات الشاهينية شعار بن حون نواب بن مهراس بن حون الهجرية، نعود إلى عوز وإلى اندفاعات بن جبران، يا سلام يا سلام يا سلام يا اللحظات الأخيرة يا اللحظات المنشودة الشاهينية، نواب بن مهراس الهجرية يقدم لنا الشاهينية واندفاعات الشاهينية، ولكن بن جبران بن جبران ولكن بن حون غير غير مع بداية الشوط، يلا يا جابر يلا يا جابر وش تنتظر، روح حرك لنا الشاهينية، يبو بو 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 وصلت الاسماء، بن دلبج بالعرج وصل بالعرج يقدم لنا اندفاعات شعاره، اللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة، غير بن دلبج مع اندفاعات العنود وتحديات العنود، صالح بن دلبج بالعرج المري غير واندفع إلى بداية الشوط مع العنود، أو هنا شواشة شواشة مع الاندفاع الأولى، المركز الثاني شواشة، ولكن خلاص العنود وصالح بن دلبج المري يقدم لنا العنود مع الاندفاعات الأولى، سلام تحية والف احترام يا مالك العنود صالح بن دلبج المري، تانينا والنوماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المستحق بكل قوة وبكل جدارة. المركز الثاني شعر مانع بن حمد الشامسي، والمركز الثالث ثالثا مشاهدينا الكرام ماجد بن محمد بن حمد المري مع متعبة، ومشاهدينا الكرام مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء نعود وياكم مع التوقيت الزمني، مشاهدينا الكرام